صديق ميكس ودوحة يتحدث عن انفصالهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع لانا محمد اللي تفاعلت اليوم بإطلالتها، ولين ولانا حاليا متواجدين بسلطنة عمان. نمر إلى أخت اليوتيوبر غيث مروان اللي علقت من خلال ستوري على الإنستغرام إنه هي إجاها اكتئاب من بعد سفر والدتها وأخوها تيم. وبتعرفوا أنا هلأ على حالي بالبيت فحاسة شوي باكتئاب. طبعا الحمد لله رفقاتي معوضيني يعني يعني الجمعات لي. مر إلى دوحة وميكس، فصديقهم عبسي طلع بلايف يرد على تساؤلات الجمهور حول انفصالهم. علق عبسي على هذا الموضوع كالتالي: فيعني أنتم ما لكم دخل؟ شو؟ ما لكم دخل؟ اتطلقوا ويرجعوا وينفصلوا؟ لا بس إنه يعني بعرف أنا ما حصلي كانوا كثير كتكيت. ليه كتكيت صح؟ يلا إن شاء الله برجع إن شاء الله يعني عقبالك.